اليوم معاكم بحلقة جديدة مع الأربن توتوريالز. اليوم راح نجرب تصوير طريقة شوية غير، بما أن الجو حر ما إحنا قادرين نسوي فوتوشوت برا درجة الحرارة بستين سبعين ورايح أعلمية. راح اليوم نسوي شيء ثاني، راح نسوي فل لوك، اللوك كامل حق الموديل. راح نستخدم ريم أز موديل معانا، وراح يكون عندها فل لوك بس إن استديو. شلون راح نستخدمها؟ راح تكون في طرق معينة، في شغلات معينة راح نسويها ونجربها معاكم. بما اني شخص احب اصور اوتدور واليوم الفوتوشوت اندور، فراح استخدم شغلات اغير فيها احساس شويه الاندور. فاول شيء راح اخلي الموديل هي تتحرك براحتها، تسوي البوزات اللي هي تبيها، تاخذ على المكان، بعدين راح ابدي نغير بالموضوع. اول شيء انسى سالفه الرول اوف 3 او ان شلون لازم تكون الصوره، فراح اخذ شويه صور من فوق، شويه صوره بطريقه ثانيه عشان كذي تشوفون الباك جراوند عندنا نازله للارض عشان كامل يطلع اللوك كامل وياي مرتب. شغله ثانيه اطلع الموديل برا الكومفورت زون مالتها، فمثلا راح اخليها تقعد على الارض، راح اخليها تقعد بوزات شويه هي ما تكون مرتاحه فيها، بس يكون حقي انا قاعد اخذ شيء باحساس غير شوي متغير عن الموضوع. شوفوا معنا وشوف ايش راح يطلع. إذا شفت الحلقات ويانا ومستانسين وعجبتكم وقاعد تستفيدون، سبسكرايب تحت ولايك.